مرحبا بكم مجددا في فيديو توضيحي. هذا الفيديو إن شاء الله غنخصصه لهذه الأسطوانة التجميعية التي قمت بإعدادها. هي خلاصة لدورة كوينية تم القيام بها خلال الصيف الماضي. هذه الأسطوانة بطبيعة الحال حاولت نجمع فيها عدد كبير ديال الأمور المتعلقة بجداول الحصص، نحاول نتعرف عليها. إذن هذه هي الواجهة الأساسية ديال هذه الأسطوانة التجميعية. كما كتلاحظوا فهي تضم مجموعة من القوائم الرئيسية، هناك قائمة متعلقة بالمذكرات التنظيمية، هناك قائمة خاصة بإعداد البنية، قائمة تضم برنامج فيد، قائمة تضم تطبيق أوديت فور فيد، ثم قائمة تضم تطبيق يساعد على توزيع القاعات. نتعرف على القائمة الأولى. القائمة الأولى بطبيعة الحال اللي فيها مذكرات منظمة وتوجيهات التربوية، تضم أكثر من 50 مذكرة بالدرجة الأولى اللي عندها علاقة بجداول الحصص. كما كتلاحظوا عندنا المذكرة رقم 43 متعلقة بالتنظيم الدراسي، المذكرة 123 المتعلقة بالتربية البدنية ديال المسالك الدولية، المسالك المهنية، التقويم التربوي بالمسالك المهنية، التقويم التربوي، المذكرة 142 بجميع تخصصاتها، كما هناك التوجيهات التربوية. يعني كل وحدة يكفي الضغط عليها باش يتفتح لنا ملف خاص بهذه المذكرة. بالنسبة للتوجيهات التربوية، أنا بطبيعة الحال حاولت نوضع جميع التوجيهات خاصة ديال الثانوي التأهيلي ديال جميع المواد. أنا بعض المرات كنحتاج ليها لتوضيح بعض الأمور أو لتأكد من بعض الخصوصيات ديال كل مادة على حدة. إذن هذه تقريبا كلها الأمور المتعلقة بالمذكرات والتوجيهات التربوية. نرجعوا للقائمة الرئيسية. عندنا واحد التطبيق ديال الإكسل اللي هنا مرتبط بالإعداد ديال البنية التربوية، هذا مع الخدمة ديال المسار ما بقيناش كنشتغلوا به بشكل كبير. عندنا كذلك هنا برنامج ديال فيت، يعني موجود، يكفي استخراجه، الضغط هنا واستخراجه على سطح المكتب على شكل ملف يتم الاشتغال به. وعندي كذلك يعني التطبيق المشهور اللي هو اوديت فور فيت، اللي من خلاله كتمكنوا من عملية يعني الإخراج الجيد لجداول الحصص. هذا هو التطبيق، الكل بطبيعة الحال يعرفه. وعندي هنا واحد التطبيق ديال الإكسل كذلك يساعد على يعني توزيع ديال القاعات باش نعرفوا كل قاعة شحال الطاقة الاستيعابية اللي فيها، باش ملي ندخلوا القاعات الفيت ما يكونش عندنا مشكل ديال يعني عرقلة الانتاج. اذا هذه الامور كلها مجموعة في اسطوانة واحدة، يعني يكفي الضغط على رابط واحد لمعرفة جميع التفاصيل. اذا نأتي على نهاية هذا الفيديو، املنا ان نلتقي في فيديوهات اخرى، في انتظار بطبيعة الحال ملاحظاتكم وتوضيحاتكم وتشجيعاتكم من اجل تطوير مثل هذه الموارد الرقمية التي تسهل عملية الأطر الإدارية. تحية لكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.